الوار، بل هم مع استمرار القتال يدعون حبهم للوطن، يدعون أنهم يمثلون شعب سوريا، يقبعون في فنادق 10 نجوم ويقبضون أموالاً بلا حدود. فلماذا يوافقون؟ فلتدمر بلادهم وليقتل شعبهم، فليس لهم في تلك البلاد إلا رابط واحد، خيانتهم. وأولادهم في جامعات مموليهم، وطعامهم يأتي من مشغليهم، فلماذا يبدأون الحوار؟ أكثر من 20 معارضة، وكل معارضة لها كتيبتها وأسلحتها ومفتيها. فبالله عليكم، كيف سيكون هناك حوار؟ السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور حسام شعيب، كاتب وباحث سياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، وأيضا مساء الخير لكم ولكل مشاهدي قناة الدنيا. آملين دائما أن نلتقي على المحبة والسلام. بكل تأكيد إن شاء الله. بالمناسبة، قبل أن نبدأ حوارنا السياسي، ما رأيك بوضع قناة الدنيا على البلاك ليست الأمريكية؟ يعني مؤخرا هي ومجموعة من الوزراء وأيضا شركة الطيران السورية. يعني هذا تأكيد على أن المؤامرة تريد أن تطال كل من يتحدث أو أن ينقل كلمة الحق. عندما أنا أقول كلمة الحق، الحق أكبر من دولة وأكبر من أشخاص. الحق هو يشمل جميع من يعيشون في هذا الكون، والحق متمثل أيضا، هو أحد أسماء الله عز وجل أنه الحق. فعندما نقول أن الحق الآن مع الدولة أو مع النظام بين قوسين، فلا شك هذا يعني أننا على طريق مستقيم وطريق صحيح. وأكبر تأكيد على أننا نحن على هذه الاستقامة وأننا نحن على حق هو شراسة هؤلاء الأعداء ونيلهم منا جميعا ومن قناة الدنيا من خلال هذه التصرفات التي تعبر عن عدائيتهم، ليست لنا فقط وإنما أيضا للحق، لأنهم لا يريدون ويخشون هذه الكلمة أن تصل إلى أفئدة الناس، إلى عقول الناس، وبالتالي تغير. هم يخشونه تماما ألا تصل هذه الكلمة. وأعتقد جازما أنكم استطعتم أن تقلقوا مضاجع الآخرين من خلال كلمتكم، وأتمنى أن تكون دائما هي كلمة الحق. شكرا لك. أيضا دكتور حسام، يعني إذا ما أردنا الحديث عن ما يجري مؤخرا من الحديث عن جنيف 2، عن الحوار، عن المحاولات الحثيثة لأخذ أكبر مكتسبات من كل الأطراف، لن نستثني طرف، يعني في معركة الدخول إلى جنيف 2، يعني كيف ترى المشهد اليوم، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم قبولها بجنيف 2 وقبولها بالحوار ودعوتها إليه، إلا أنها ما زالت تستعر لجهة يعني أدواتها، سواء في الداخل أو حتى الأطراف الخارجية التي تقف ضمن هذا الحلف وهذا الإطار؟ أولا يجب علينا أن نعود إلى عندما نقول جنيف 2، فبالتالي هناك جنيف 1، وعلى الجميع الآن، كل المتابعين وكل الذين يريدون التحضير أو الحضور في جنيف 2 عليهم أن يعودوا إلى جنيف 1. جنيف 1 للتذكير التي كانت في 30 من شهر حزيران في العام الماضي 2012، لماذا لم تنفذ؟ الدولة في سوريا كان لها تحفظات على بعض البنود التي جاءت في اتفاقية جنيف، ولكن رغم هذه التحفظات من الدولة إلا أن الدولة أبدت كل استعداد للحوار حول هذه النقاط المختلف عليها، والتي في بعض ألفاظها هناك إيهام للوهلة الأولى، سواء للدولة أم حتى لأطراف أخرى وقوى، سواء في الداخل أم في الخارج. هنا أستطيع أن أقول أن الفارق بتقديري ما بين جنيف 1 وما بين ما سيكون في جنيف 2 هو أن جنيف 1 كانت بحضور الطرف الروسي، وهو التي يعتبر مؤيد واقف وحليف قوي مع الدولة في سوريا، وبحضور كافة الأطراف والفرقاء في الخارج
بما فيه الأمريكية وأيضا القطري والسعودي والتركي. إذا ما الذي تغير ما بين جنيف واحد وما بين جنيف اثنان الذي سيكون في الأيام المرتقبة؟ جنيف واحد وبحضور الروسي وبتوقيعه عندما خرجت الوثيقة كانت بتقديري لتمرير المؤامرة على سوريا وكسب الوقت. المفاجأة الأكبر، والآن بدأنا على أبواب جنيف اثنان، إذا ما كانت جنيف اثنان وعقدت فعلا وبحضور أيضا الروس ودول أخرى كإيران وأيضا دول إقليمية كتركيا وقطر والسعودية، ستكون هي لتمرير الهدنة إن صحت التسمية. لا أستطيع أن أقول لتمرير الانتصار، لأن أمريكا حتى هذه اللحظة وبعض الحلفاء هم حتى هذه اللحظة لم يقروا تصريحا واضحا أن سوريا قد انتصرت، رغم أن هناك مؤشرات الآن في الإعلام في مراكز إحصاء دراسات استراتيجية أمنية واستخبارات وعسكرية تقول أن الجيش العربي السوري وأن الدولة في سوريا استطاعت أن تحقق إنجازات مهمة جدا خلال العامين الماضيين، وهذا يؤكد أن الجميع الآن بات ذاهبا باتجاه تسوية. هنا التسوية تكون ليست فقط للملف السوري في هذه الاتفاقية، وإن كانت جنيف اثنان هي ستخص سوريا، بتقديري ستكون هدنة معلنة أو مؤقتة لتمرير كل ما يريده ويبتغيه من خلال هذه الاتفاقية. فأما الأمريكي فيريد تمرير ما يريده من المنطقة، تحديدا هنا الحفاظ على مكاسبه في المنطقة، النفط والاقتصاد، أيضا الأساطيل الموجودة في الخليج، الأمن لهذه الدول الحليفة لأمريكا بما فيها إسرائيل بالمناسبة، أيضا يريد الحفاظ على مكاسب أخرى كدول أوروبا أيضا، لأن الأمريكي منتفع من خلال الأوروبي الغاز وتمرير الغاز إلى أوروبا. كل هذا سيتم من خلال الملف السوري، باعتقادي ستكون هي الاتفاقية لتمرير الهدنة قبل أن يكون هناك إعلان لانتصار للدولة والقيادة في سوريا. الروسي يريد أن يمرر الانتصار بالمناسبة، لكن ما اتفق عليه جانبان أن ثمة إرهاب الآن في سوريا ويجب على الجميع، هنا اجتماع الآن أصبح متفق عليه ما بين الجميع، أن سوريا بجيشها وبقيادتها تقاتل مجموعات إرهابية. أحرج الأمريكي أمام هذه الجزئية تحديداً وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي، لذلك أقر بهذه الجزئية وتم الاتفاق مع الروسي على هذه النقطة تحديداً، وهذا المدخل الأكبر والأوسع الذي سيكون في اتفاقية جنيف. هنا فقط لأختم عن هذا الموضوع، اتفاقية جنيف أو أي اتفاقية أخرى ستكون في الأيام المقبلة، ما لم يكن فيها من الجانب الأمريكي وأطراف أخرى إدانة صريحة وواضحة للإرهاب في سوريا وللدول الداعمة للإرهاب وتحديداً تركيا وقطر والسعودية، وبالتالي أن تكون هناك معالجة سياسية وأمنية واستخباراتية مع هذه الدول أو مع هذه المجموعات، أو إعطاء الضوء الأخضر للدولة في سوريا بمحاربة قوى الإرهاب في داخل سوريا، وأيضاً نقطة مهمة جداً وهي حضور الدولة في سوريا لأي اتفاقية ستعقد في الخارج. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني كيف نقول بأنه الروسي والأمريكي ويعني ما ينضوي تحت الروسي من حلفاء وما ينضوي تحت الأمريكي من حلفاء ذاهبون الآن إلى تسوية فيما يتعلق بالدولة السورية، بالمقابل نرى بأن الأسطول الروسي اليوم يعني يقبع على سواحل المتوسط بشكل عام أو بالأجواء البحر المتوسط. يعني روسيا هل تعي، يعني هل سبب تواجد روسيا هو أنها تعي أهمية هذا البحر وستمنع بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من السيطرة عليه؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعني إذا كانوا ذاهبون إلى تسوية، لماذا حشد هذه الأساطيل؟ لماذا الاستنفار لحرب ربما تكون قادمة وربما لا، طالما الاتفاق على تسوية؟ بالمقابل نرى الأمريكي بأنه في وسائل إعلامه كالتايمز وغيرها يعني نرى الحديث عن
ضربة عسكرية إسرائيلية أخرى لاحقة خلال فترة قصيرة للدولة السورية ولمواقع قد تطال الكثير من أبناء الشعب السوري. يعني كيف يمكن الحديث عن هكذا أمر وهكذا أمر؟ ما الذي يجري فعلياً؟ أحسنت على هذا السؤال، وهذا اندلف يدل على دقة أولاً سؤالك، وثانياً انتباهك لتفاصيل مهمة جداً في السياسة الخارجية تحديداً. الروسي عندما يذهب إلى تسوية وحوار مع الأمريكي، هذا لا يعني على الإطلاق أن كل ما يريده الروسي قد تحقق، وأيضاً كل ما يريده الأمريكي قد تحقق. هذا مهم جداً. وبالمناسبة نحن الآن مع الأزمة في سوريا، بدأ الروسي بإعادة ما سمي سابقاً بالحرب الباردة، لأن بعد الغارة التي حصلت على سوريا في ليل الأحد في 5/5 الشهر الماضي، أصبحت هناك تصاعد وتيرة العنف السياسي والأمني والاستخباراتي في المنطقة. أنا هنا لا أتحدث عن مجموعات مقاتلة على الأرض، أتحدث كدول. ما فاجأ الأمريكي عندما حصلت هذه الغارة الغاشمة من الإسرائيلي، أن كان يعتقد الأمريكي والإسرائيلي أن روسيا لن تصعد في خطابها ولن تقدم على أشياء تخص بما الأمن العسكري والاستخباراتي في المنطقة. المفاجأة لإسرائيل ولأمريكا أن، وهذا ما شاهدناه في زيارة نتنياهو الأخيرة إلى موسكو، كان هناك تصعيد. يعني لو عدنا إلى تصريحات موسكو، بالمناسبة مع تقديرنا لتصريحات كل المسؤولين في داخل سوريا، وأيضا لأنهم يمثلون القيادة ونحن ننتمي إلى هذه القيادة، ولكن لو عدنا إلى تصريحات روسيا والمسؤولين الروس، وجدنا أنها أكثر حدة من بعض المسؤولين في سوريا. لماذا؟ لأن الروسي يدرك تماما أن اللعب بدأ الآن على المكشوف، وهذا ما ذكرته كل وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية. بالمناسبة عندما ذكرت هآرتس أن قواعد اللعبة قد تغيرت بسبب هذه الغارة، وأن من قام بهذه الغارة كان أحمق للغاية لأنه لم يدرك تبعاتها. من تبعات هذه الغارة بالمناسبة أن الروسي الذي كان يؤجل و يعني يسلف إلى أوقات لاحقة تسليم سوريا صواريخ S-300 وS-400 وصلت الآن إلى سوريا. لماذا؟ نتيجة الغارة الآن بدأ التسريع في موضوع التسليح في المنطقة لإعادة التوازنات في المنطقة. بالمناسبة ليس مع الجانب الإسرائيلي فقط، وإنما مع الجانب الأمريكي، لأن الإسرائيلي عندما قام بهذه الغارة قام بموافقة ضمنية من أوباما ومن البيت الأبيض، وهذا فيه خطاب لمن؟ فيه خطاب هنا لروسيا. يعني المقصود هنا إحراج من؟ ليس الإحراج لسوريا. سوريا من الطبيعي أن يكون لها عدو كالكيان الصهيوني، ومن الطبيعي جداً أن يكون في أي لحظة هناك غارة أو ردة فعل سواء من هذا الجانب أو هذا الجانب. ولكن هنا يجب قراءة ما بين السطور. إذا كان الروسي يقول أن سوريا هي الحليف لي في المنطقة وهي الأقوى، والإيراني يقول أن سوريا هي حليف، ونذكر جميعاً خطابات السادة المسؤولين الإيرانيين عندما كانوا يصرحون أن أي طلقة أو رصاصة تصيب دمشق فإن طهران لن تقف صامتة. وبالتالي عندما تكون مثل هذه الغارة، هنا الإحراج لمن؟ ليس لسوريا، الإحراج هنا للحلفاء، حلفاء سوريا في المنطقة. لذلك كانت هذه الغارة بتقديري بموافقة أمريكية لتكون لجس نبض الحلفاء، سواء كان الإيراني أم الروسي أم حتى قوى المقاومة وتحديداً في لبنان وحزب الله. لذلك رأينا الخطاب الذي خرج بعد الغارة لسماحة السيد حسن نصر الله، وكان صريحاً جداً، وكان سقف عالي بإعادة تسليح متطور جداً وفتح جبهة الجولان في داخل سوريا، سماح لقوى المقاومة، ليست السورية المقاومة الشعبية التي أسست منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وإنما لقوى مقاومة أخرى هي فلسطينية ولبنانية ممكن أن تكون في الجولان. إذن هذا تصعيد الآن. يعني بمعنى آخر، عندما تقول هآرتس أن قواعد اللعبة قد تغيرت لأن سوريا هنا هي مهيئة تماماً لحرب، سواء كان مع الكيان الصهيوني أم مع
قوى أخرى في المنطقة. هنا إعادة حسابات ما قبل الوصول إلى جنيف، وهو كل يريد تحضير أوراق في المنطقة. فالأمريكي يحضر من خلال الغارة لإحراج القيادة في سوريا ولتسجيل أوراق جديدة والحصول على مكاسب من الروسي. الروسي بالمقابل يرد وعلى الفور إيصال الأسلحة التي كانت تطلبها الحكومة السورية، ويقول أن الحكومة في سوريا إذا ما طلبت سربا من الطائرات مؤلف من 24 طائرة حربية مقاتلة بنوعيات معينة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل عسكرية كثيرة، فستكون هذه الطائرات متواجدة في مطارات قريبة من دمشق ومطارات أخرى، وأيضا سيكون هناك عناصر وقوة من الدفاع، من قوى الدفاع الجوي الروسي في سوريا. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الروسي أيضا بات مهيئا الآن لحرب تقليدية وليست حرب عصابات. الآن انتقلت المعركة من حرب عصابات يقودها الجيش العربي السوري ويقاتل على الأرض والميدان فيها، وهو قد حقق انتصارات مهمة جدا، إلى حرب تقليدية. المفاجأة للأمريكي وهو غير قادر أن يدفع أثمان جديدة في المنطقة، والإسرائيلي بالمناسبة لأنه يحاول رفع معنويات للشعب الإسرائيلي في الداخل من خلال هذه الغارة. ويعلم الإسرائيلي بالمناسبة أن سوريا قد ردت في الغارة الأولى التي حصلت في جمرايا وفي الغارة الثانية، لا أريد أن أدخل في تفاصيل كيف ردت سوريا، ولكن سوريا تستطيع أن ترد بالطريقة وبالتوقيت المناسب. قيل أنه الرد كان هو استراتيجي من خلال الاتفاق الأمريكي الروسي، يعني لا لا، في رد آخر بالمناسبة، أنا لا أريد أن أخوض كثيرا، ولكن في رد آخر، في رد استخباراتي وأمني وعسكري. سوريا من طبيعتها هي تريد أن تعمل دائما بصمت، وعندما تعمل ولكن عندما طلب الشعب السوري برد حاسم وقوي، كان هناك الرد قبل أن يطلب الشعب السوري، كان هناك لماذا لم تعلن الدولة، يعني رغم أنا تحدثت بكلمة مهمة جدا، قد استنكر وتذمر الشعب، أنه لم يكن الشعب من حقه الطبيعي أن يقرأ الأمور كما هي كما يراها في الشاشة، ولكن ما ومن خلف حقه الشعب الطبيعي أيضا أن تعلمه دولته ماذا تفعل. سوريا لا تعمل في هذا الخصوص، سوريا لا تعمل تقوم بمواقف ارتجالية، سوريا تريد أن تحقق انتصارات فعلية على الأرض. لذلك حتى الجيش العربي السوري ما يحققه في الميدان لا يعلم، يعني نحن وإن كنا نتابع الأخبار السورية يعني، ولكن عبر القنوات على ما أعتقد، اسمح لي هنا، من وجهة نظر البعض، بعض الشارع السوري، هذا كلام غير مقنع بالنسبة لهم على أي حال. يعني أنا أقدر في نهاية المطاف أن سوريا لديها، لأن العمل استخباراتي بالمناسبة في المنطقة، يعني منذ بداية الأزمة في سوريا ما من منطقة ضربت أو استهدفت، وما من مركز وما من مؤسسة استهدف إلا بطلب استخباراتي إسرائيلي أمريكي بريطاني في سوريا. أنا أقول ماذا تريدين؟ يعني الحادثة الأخيرة تحديدا في درعا والطريق الدولي المؤدي إلى الأردن كان بطلب استخباراتي. إذا أردت في دمشق موضوع إسقاط المخيم اليرموك هو بطلب استخباراتي أمريكي إسرائيلي. هناك من، وطبعا في تورط عربي، يعني لا يظنن أحد من السادة المشاهدين أو المتابعين أن ما يجري في سوريا هو يجري عبثا، يعني أو هو عبارة عن تصرف ارتجالي من مجموعات مسلحة. هذه المجموعات هي تقوم وبما تأتمر به من الخارج. لذلك عندما يوجهون ويطلبون أنكم اليوم نريد الهدف الفلاني، فهناك من يتوجه إلى الهدف الفلاني. كم مرة أرادوا أن تكون هناك معارك بدمشق؟ كم مرة حاولوا إدخال، يعني حتى في الغارة بالمناسبة، ألم يكن في ليلة الغارة في ليل أحد 5/5 الماضي، ألم يكن هناك اشتباكات جرت مع توقيت الغارة تماماً ما بين مجموعات المسلحة والسطو والهجوم على الحواجز الأمنية والعسكرية التي تريد هذه المجموعات أن تدخل عبرها إلى دمشق؟ إذن هذا توقيت، هناك من دبر عملية استخباراتية لا تأتي بمعنى ارتجالي. سوريا ترد بطريقة أولاً مسؤولة، وبطريقة تريد أن تنجز فيها أكثر مما تعلن. لعل كثير من الدول العربية أو حتى الدول العالمية هي لا تنتهج هذا النهج. هذه ميزة مهمة للقيادة في سوريا، بدءا من قيادة الرئيس حافظ الأسد رحمه الله، واليوم نشهدها في قيادة الرئيس بشار الأسد. أنا هنا أعطي حقائق لا أزاود، ويجب أن يدرك الشعب العربي السوري أن الدولة في سوريا
هي تتصرف كما ترى تماما، وأنها تحقق إنجازات يومية وحقيقية بالمناسبة، وأن يثق بقيادته وبجيشه بالمناسبة، لأن الجيش هناك من يظلمه بالكلام، وهناك من يزاود عليه بالكلام، وهناك بعد الغارة من زاود أيضا حتى من بعض ما من سمعناهم في الإعلام أنه يريد رد فعل وسريع وإلى آخره. الدولة تعرف ماذا تتصرف. نعم. هلا بدون شك دكتور حسامي، أخذ على المعارضة الخارجية بأنها مجموعة معارضات مشرذمة غير متفقة غير متحدة على آراء معينة وواحدة إلى ما ذلك. الآن يعني ما هو مطلوب أن تذهب أيضا هذه المعارضة إلى مؤتمر جنيف 2. بالمقابل المعارضة الداخلية السورية لا شك بأنها يعني تتموضع بعدة أحزاب وقوى في الداخل السوري، ما تسمى بالمعارضة الداخلية في الداخل السوري، والتي هي تقف تحت سقف الوطن. إلى أي مدى يجب أن تتلاقى المعارضات الخارجية مع هذه المعارضة الداخلية، وإلى أي حد هذه المعارضة الداخلية الآن هي موحدة حتى إن ذهبت إلى جنيف أو إلى أي مؤتمر آخر كمؤتمر إيران في 29 من الشهر الجاري هذا، إلى أي حد هذه المعارضة تتفق على رؤى محددة وقواسم مشتركة من خلال خبرة حضرتك بمعرفة هذه القوى الموجودة في على الأرض والأحزاب؟ أولاً نتحدث عن الخارج. أنا بتقديري، لعل هذه من رحمة الله عز وجل للشعب في سوريا، أن المعارضة في الخارج ليس لديها نهج واضح وليس لديها أجندة واضحة باتجاه الدولة والشعب في سوريا، إلا أجندة واحدة، وهي أن الجميع يبحث وراء مصالحه ومكاسبه الخاصة، ومن يريد فليتابع كل من يقبعون في الخارج، يعني وكل من يقيمون كما ذكرت في مقدمة البرنامج في فنادق الخمسة نجوم، ويتابع أخبارهم ويسأل عنهم ويسأل من أين يتلقون المال ومن أين يتلقون السلاح وكيف يمولون وكيف حتى يؤتى بهم إلى الفنادق ليقيموا مؤتمرات ثم تخرج بتصريحات، كل ذلك يعني بدءا من ائتلاف تركيا إلى ائتلاف الدوحة إلى أصدقاء ما سمي بسوريا في مراكش في المغرب إلى باريس، كل ذلك بما فيها. أنا هنا أذكر عندما أقول في الخارج أنا أذكر الجميع بما فيهم أيضا هيثم مناع والجميع دون استثناء، لأن أنا أشكك بالجميع بصراحة. لماذا؟ حتى يثبتوا العكس يعني؟ طبعا أنا أشكك بالجميع لسبب بسيط جدا، يعني ما من معارض في الخارج هو يريد الخير لسوريا، تحديدا الآن بعد أن تكشفت المؤامرة على سوريا. ولكن اسمح لي هيثم، مناع لم يطالب بتدخل خارجي، يعني المعارضة الخارجية تتفق على أمران لا ثالث لهما، أولهما هو التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وبضرب سوريا من قبل الناتو، وثانيهما هي إسقاط النظام بما وما يعنوه تحديدا إسقاط الرئيس بشار الأسد، يعني هذان الأمران الوحيدان اللذان يتفق عليه الجميع من القوى الخارجية، وهيثم مناع لم يتفق معهم هيئة التنسيق على التي ما يسمى تدخل خارجي. هيئة التنسيق التي يرأسه هيثم مناع انقسمت على نفسها إلى أربعة أجنحة بالمناسبة، وهي تختلف في أهدافها وفي أسلوبها وفي طريقتها مع التعاطي في شأن السياسي الداخلي للنظر في سوريا. هي تقول أنها جميعها معارضة وتنضوي جميعا تحت هيئة التنسيق، هي تختلف لمن يتابع هيئة التنسيق في الداخل وفي الخارج. أولا إذا عدنا إلى هيثم مناع تحديدا كشخص، هيثم مناع هو أول من طالب منذ 15 وليس في 17، منذ 15 آذار عام 2011 عندما بدت الأزمة في درعا بالعنف، وهو قال بالحرف أن بالحرف أنا هنا أنقل لهيثم مناع الكلام، أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة العنف وبالتالي علينا أن نمارس العنف معه. ولكنه بالمقابل قال بأنه عرض عليه السلاح ولم يقبل به. عرض، إذن هذا مهم جدا الكلام. إذن لم يستخدم. لا لا. مهم جدا هذا الكلام. عرض. لماذا عرض؟ في إطار الأسلحة. هل تعرض الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والقطرية والتركية على شخص تعرف تماما أنه وطني وأنه سوري حقيقي؟
هذا مهم جدا السؤال. عرضت على الكثير في الداخل السوري أموال من أجل الانشقاق أموال من ضباط نعم هنا عرض السلاح يعني هذا من جانب مسؤولين في هذا المناع عندما يقود أو عندما يترأس ما يسمى بحقوق الإنسان لا أعلم بالضبط ما هي التسمية للهيئة التي ولكن كل ما يسمى تحت مسميات حقوق الإنسان والحريات تحديدا في العالم العربي هي ممولة صهيونيا وبما فيها هيئة هيثم مناع ومن يقول لي غير ذلك فهو كاذب وليعد وليجادلني هيثم مناع شخصيا في هذا الكلام أنا أشكك هنا هيثم مناع من أين الآن ينفق من أين ينتقل من بلد إلى آخر من الذي ينفق عليه نحن نعلم تك الطيارة لا يملكون هو مقيم في الخارج منذ سنوات ما هي المحاضرات التي يقدمها ألا يقدم محاضرات بسبب معارضته على سوريا وانتقاده لشخص الرئيس الأسد ألا يقبض أثمان على هذا الموضوع؟ أنا بتقديري أن المعارض الحقيقي هو من يكون هنا في داخل سوريا ومن يقف الآن تحديداً بعد أن تكشفت المؤامرة وأن إسرائيل باتت ضالعة في هذه المؤامرة لا أريد أن أتحدث عن قطري ولا سعودي الآن أتحدث عن إسرائيلي في المنطقة وهنا حديثي للسوريين تحديداً من العار ومن الخزي ومن العيب على كل سوري الآن أن يقول عن نفسه إن كان في الداخل أو في الخارج أنه معارض من يريد أن يصوّق لنفسه أنه معارض ليحصل على مكاسب في الداخل أو في الخارج وليكون له حصة في الحكومة المقبلة أو ليكون حصة له في مؤسسات في داخل سوريا هو واهم لأن المرحلة المقبلة في سوريا هي مرحلة إما أن تكون وإما أن لا تكون إما أن تكون وطنياً حقيقياً وأن تدافع عن هذا الوطن وإما أن لا تكون أما أن تكون متاجراً بهذه الأزمة ومتاجراً بالسياسة من خلال انتقاد النظام أو من خلال انتقاد شخص الرئيس الأسد فإنك لن تحقق مكاسب في المرحلة المقبلة هنا يقود الحديث عن الداخل أيضاً معارضة الداخل هي ليست على قلب واحد وهي لا تشكل شيئاً في الشارع السوري الآن رغم الأزمة ماذا قدمت المعارضة الداخلية للشعب في سوريا؟ هناك من عرض منهم من الأحزاب الجديدة ومن أحزاب غير مرخصة أنا هنا أتحدث عن جميع الأحزاب أنها تريد أن تقدم معونات ماذا قدمت؟ تريد أن تكون هناك لجان ما يسمى بالمصالحات ماذا قدمت؟ هناك ملفات فساد الآن أكثر بأضعاف المرات مما كان قبل أزمة سوريا بسبب الأزمة وبسبب هذه الشخصيات من المعارضين بين قوسين أو ممن يعملون في المصالحات لماذا؟ الآن الشعب السوري يقول الآن أنا أسمع يومياً أنا لا أريد أحزاب لا أريد معارضة لا أريد شيء أعدني إلى مربعي الأول إلى يوم 14 آذار 2011 هذا الآن تسألين من تريدين حتى لو كان معارضاً بالمناسبة في الشارع يقول لي لا معارضة ولا موالاة أنا أريد إعادة الأمن إعادة واستقرار أمني إعادة اطمئناني على أبنائي عندما أرسلهم إلى المدارس إعادة اطمئناني على منزلي إعادة اطمئناني ألا يسكن مجموعات مسلحة الآن في بيوتي هناك الآن في الداخل بصراحة من يتاجر في هذه المجموعات ومن يتاجر من خلال لا علاقة له بهذه المجموعات ولكن يريد أن يلعب بالسياسة فيشعر المشاهد السوري أو العربي أنه موان عليها وبالتالي يريد أن يحصل مكاسب سياسية وهذا فيه شبه كبير جداً نعم. مع من يقبعون في الخارج اسمح لي هنا أستاذ الكريم أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للحديث ضمن هذا الإطار لأننا لم ننتهي من ملف المعارضة الداخلية وما هو الحل بالنتيجة مشاهدينا الأكارم سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة ابقوا معنا هواها معطرة بترابها التاريخ زرع أمجادها
مشاهدينا الأكارم أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور حسام شعيب الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك مجددا دكتور. أهلا وسهلا بك. كنا نتحدث عن المعارضة الداخلية، يعني بالحقيقة برؤية حضرتك هناك تشاؤم كبير، إذا كيف سيكون الحل عندما نريد أن نذهب إلى حل غير الدولي، الحل الداخلي عندما يكون هناك، إن لم تكن هناك معارضة واضحة متبلورة يعني ووطنية مثلها مثل أشخاص موجودين في الدولة السورية من أجل الالتقاء بالحوار، كيف يمكن الحوار أن يكون إذن في الداخل السوري؟ جميل هذا السؤال وأيضا أشكرك عليه. أنا أتحدث هنا عن الداخل. نحن حتى هذه اللحظة باعتقادي لا يوجد هناك نضوج. أنا أتحدث هنا على الصعيد ليس الدولة، أتحدث عن صعيد الشخصيات التي تمارس السياسة الآن بعيدا عن الدولة. لا يوجد الآن حتى هذه اللحظة نضوج سياسي بما يكفي لقيادة عمل سياسي حقيقي لنهضة سوريا. لذلك وهذا يصب في مصلحة النظام بالمناسبة، يعني هذا مهم جدا للكلام، يعني كل القيادات التي الآن تقود وهي تعمل في الحراك السياسي الداخلي، سواء من كانت من الموالاة من شخصيات مستقلة أم حتى من شخصيات معارضة، وتحديدا من تدعي أنها لها تمثيل في الشارع، حتى هذه اللحظة ليس لها أيديولوجية واضحة في الشارع في سوريا أو حتى أمام الدولة. هناك ازدواجية في خطابات، يعني أنا أسمع من أكثر من حزب هناك خطابات متعددة وازدواجية فيها. الحزب عادة لا يكون لديه ازدواجية في الخطاب تحديدا السياسي والداخلي. ثالثا وهو الأمر وهو الأهم، التمثيل الحقيقي لهذه المعارضة في الشارع. باعتقادي أن كل المعارضات الآن في الداخل في سوريا يجب أن تنتهج نهجا واضحا وصريحا، وهو الابتعاد عن المصالح الذاتية، سواء كانت هذه المصالح لأحزاب أو لأشخاص، وبالتالي أن نجتمع جميعا الآن إن صحت التسمية موالاة ومعارضة للتحضير للمرور أو الخروج من هذه الأزمة بسلام من خلال ثوابت أساسية. هناك في المعارضة من شخصيات تصوري أنه يقف عند جزئيات فيقول أنني أطالب الدولة أن تمنحني قناة في الإعلام خاصة بالمعارضة. يعني الآن الحديث ليس عن مكاسب، الآن الحديث ليس عن مكتسبات خاصة. نحن نريد أن نطور في هيكلية الدولة في سوريا، في هيكلية أنظمة الدولة، في هيكلية القوانين في الدولة. هناك من يريد أن يبحث ليس عن هذا التطوير وإنما عن مكتسبات من خلال هذا. يعني ما الضير إن أراد حزب معين أن يكون لديه قناة خاصة به، ما الضير في ذلك؟ يعني ألا يمكن أن يكون ربما سبباً ومساهمة في تطور السياسي الحاصل في الداخل؟ طيب أنا إذا يعني أن تبدأ من الصفر وتصعد درجة درجة. جميل. خير من أن تكون يعني هذه الصورة واضحة ومبهرة ولكنها. Thank you.
أنا بيت أهلي هون وهلأ جيت يعني وقت خراب كتير بالبيوت زازوا كتير يعني فيه تخريب كله تخريب هذا يا المواطنين القاعدين الآمنين يعني قاعدين ببيوتهم أولادهم تلعب بالجناين شو زنبه الأولاد وشو زنبه لي يعني تخريب هذا يا البلد منقول لا حول الله لا حول الله والله قاعدة عم أصلي ما هون أنا بيوتي قاعدة على كنابة تخت ما لقيت الألمنيوم تحب يسلوت علي علق بالبابادي والنار طلعت لفوق Thank you.
أنا بيت أهلي هون وهلا جيت يعني وقت خراب كتير بالبيوت زازوا كتير يعني في تخريب كله تخريب هذا يا يعني المواطنين اللي قاعدين الآمنين يعني قاعدين ببيوتهم أولادهم تلعب بالجناين شو ذنبها الأولاد وشو ذنبها لي يعني تخريب هذا يا البلد منقول لا حول الله لا حول الله والله قاعدة عم أصلي ما هون أنا بيوتي قاعدة على كنابة تخت ما لقيت الألمنيوم تحب يسلوت علي علق بالبرادي والنار طلعت لفوق. جميل. خير من أن تكون يعني هذه الصورة واضحة ومبهرة ولكنها فارغة تكون. أنا سأقبل بهذه الفرضية وسأقبل أن يكون هناك حزب يريد قناة وسأكون معه شريطة أن يقدم لي التالي. هذه القناة ماذا ستقدم؟ عادة أي حزب قبل أن يعلن نفسه أنه حزب يكون قد قدم للمجتمع خدمات اجتماعية، خدمات صحية، خدمات تعليمية، خدمات سياسية. يعني السياسة عادة تكون آخر شيء، المكاسب السياسية تكون آخر ما يحصله الحزب نتيجة كل الخدمات التي قام بها في المجتمع. مشكلتنا نحن في سوريا وتحديدا القيادات التي تريد أن تعمل كمعارضة أو من يفكر أن يكون له بين قوسين دكان، مع الاعتذار من كل من السادة المشاهدين ومن الشخصيات المخلصة من الأحزاب، أنا هنا الحديث بشكل عام، دكان كحزب للاستفادة فقط بشكل شخصي لجني مكاسب هنا وليس لخدمة المجتمع. هنا أنا ما أركز عليه. عادة الحزب يكون له يفتح مشافي، يفتح مستوصفات، يكون له طلاب يقدمهم إلى الجامعات في مدارس. طيب أنا لا أريد هذا كله الآن، سوريا تعيش أزمة لا مجال يعني أن نفتح. كيف تطالب هذه الأحزاب كلها أن تكون لها كل هذا التاريخ وهي أحزاب ولدت يعني من رحم هذه الأزمة؟ معظم يعني لماذا لا نعطيها فرصة أكبر حتى تستطيع أن تثبت نفسها؟ حتى هذه يعني أنا سأسامحها بها، إذا فلتعطيني هذه الأحزاب يعني على صعيد، أنا لن أذكر، لا أريد الدخول في تفاصيل معينة، ولكن هناك مجموعة من أحزاب دون أن أذكر هذه مجموعة، هذه المجموعة لها مسمى معين، هي اجتمعت أكثر من مرة وهي قالت أننا نريد أن نقدم للاجئين وللنازحين ومعونات ومساعدات وللمخطوفين والعمل على المصالحات وأوى. أنا سأنسى المشافي وسأنسى المستوصفات وسأنسى كل شيء، كل خدمات المجتمع. هذه الأحزاب ماذا قدمت للشارع في سوريا؟ أنا سأقول أكثر من ذلك، هم يدعون معارضتهم للدولة، وبالمقابل من يدعي المعارضة هو مع الشارع يعني مع الشعب. نعم. فهو لا يخشى الشارع ويستطيع أن يمشي في أي منطقة ساخنة وأن يدخل إليها. أنا لا أستطيع على سبيل المثال لأنني محسوب على الدولة هكذا في الإعلام. طيب فيأتي أو تأتي هذه الشخصية ولتدخل إلى مناطق ساخنة ولتتفاوض مع مسلحين ولتأتي بهم إلى حاضنة الوطن، لا أقول حاضنة الدولة. هل جاءت هذه الأحزاب بشخصيات مسلحة وقادتهم إلى الحوار؟ أنا تعرفين أنني كنت عضو في الحوار في الماضي. البعض من الأحزاب يعني حاولت إلى حد كبير أن تأتي بمجموعة من المسلحين وأن يعني ألقوا سلاحهم وتقدمهم للدولة على أنهم يريدون حوار يعني. ما ثبت أنا من خلال أنا أتعاطى مع ملف المصالحات دون أن أعلن بالمناسبة. ومع يعني لا يمكن أن نظلم جميع الأحزاب. أنا هنا حديثي بشكل عام لا أخص. نعم. يعني حديثي بشكل عام، ولكن على الأعم الأغلب من الجميع أنه لا يستطيع، لأن هذا الملف بصراحة هو أكبر منا جميعا. يعني الحديث مع مسلح، وأنا هنا عندما أقول مسلح يعني ما بروح مطبق تمثيلية، بروح واحد والله حامل مسدس بقول له تعال سلم سلاحك، لا، أنا أتحدث هنا عن قيادات من مجموعات إرهابية ومسلحة. أنا هنا أتحدث عن قيادات بمعنى أن هذه القيادة لديها 20 و50 و100. هل أحد جاء بهذه القيادة المسلحة للحوار؟ هل أقنعها بتسليم سلاحها؟ لا. ولكن بالمقابل يعني هم أنا سأقول لك أكثر من ذلك. هم يقولون لك أنهم أنا سأقول لك أكثر من ذلك. هناك حزب قد رخص. هناك يعني. حزب قد رخص. هناك حزب قد رخص. لن أذكر الحزب. قام بالتزوير وقام بعملية فساد جديدة في داخل هذه الأزمة في سوريا. عندما قام
بأحد شخصيات هذه الحزب بالحصول على موافقة تحت مسمى مساعدة الشعب أو بما يخص المحروقات، فجاء بمحروقات إلى محافظة الرقة، ثم فوجئنا أنها بيعت إلى ما يسمى بعناصر الجيش الحر وجبهة نصرة. الآن هذه الشخصيات أين؟ هناك من أصبح في تركيا. من الذي يسأل؟ أنا لو كنت صاحب قرار ليعذرني من يعذر، ولكن أنا هنا أتحدث بلسان الشعب، فأغلق مباشرة هذا الحزب ويسأل مباشرة. وأنا هنا أطالب السادة المسؤولين الآن من كل من يقوم لهذا العمل. من هو هذا الحزب؟ من هو هذا؟ لن أسمي. طب لماذا لا تسمي؟ أنا يعني أسمي هذه الشخصية موجودة في محافظات الرقة تحديداً، وشخصية معروفة للجميع، وأصبحت الآن في تركيا، والملف موجود عند السادة المسؤولين. إذن يعمل عليه؟ طبعاً يعمل عليه. نعم. أيضاً يعني إذا ما أردنا الحديث عن هذه الأحزاب، يعني حضرتك ظلمت كثير للأحزاب الموجودة حالياً، يعني لا أعلم إن كنت ظلمتها فعلياً أم لا، ولكن من الواضح من كلامك بأنه يعني هي لا تعمل شيء على الأرض. لأنها لم تقدم. إذن أليس الحق على الدولة أنه هذه الأحزاب لا تعمل على الأرض؟ ربما هي مقيدة من الدولة، ربما الدولة لم تعطيها الفرصة الحقيقية من أجل أن تعمل يعني لحساب الشارع في الداخل السوري. طيب أنا سأقول لك يعني لماذا هي مطالبة بواجبات ولم تعطى حقوق؟ أنا سأقول لك الآن كلام مهم جدا. الآن الرئيس الأسد له عبارة مهمة جدا قالها بالحرف: كل من لديه مبادرة فليقدمها. كل مواطن، هو قال بالضبط كل مواطن لديه مبادرة فليقدمها، ونحن سندعم هذه المبادرة إذا كانت فيها فائدة للوطن. الآن هناك أحزاب غير مرخصة، وأنا سأقول أكثر من ذلك: من شعر بنفسه أنه فعلا له تمثيل حقيقي في الشارع، وأنه لديه الكفاءة والأهلية الكاملة لقيادة حزب، فليقدم على هذا العمل دون ترخيص. لكن هنا من الذي سيحكم؟ هل الدولة ستحكم أم الشارع؟ أنا بتقدير الشارع الذي سيحكم. لذلك الآن في خضم هذه الفوضى الآن في المجتمع السوري، هناك أحزاب رخصت، وهناك أحزاب قيد الترخيص، وهناك أحزاب تعمل ولم ترخص. هناك من تقول أنها موالية، وهناك من تقول أنها معارضة. أنا هنا لا أتحدث عن موالاة ومعارضة، هنا أتحدث عن خدمات الحزب، عن قربه من الشارع في سوريا، عن مصداقيته مع ذاته ومع الشارع. لذلك الآن بتقدير الخاص أن الفرصة هي سانحة جداً ومهيئة لأي شخصية تريد العمل في السياسة في سوريا دون الرجوع حتى إلى القيادة في سوريا، وأن تقدم نفسها للشارع. لكن هذه الشخصية من هي؟ هنا السؤال: ماذا قدمت الشارع؟ يعني أنا أفاجأ من أحد الشخصيات الآن الحزبية المستقلة التي رخصت أنها تقول بالضبط أننا نحن الآن الدور لنا، ويجب على أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية الذهاب إلى بيوتهم. هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض. يعني إذا جاء الابن ويعرف بمعلومات الكمبيوتر الآن، ويعرف بالنت، ويعرف في الإعلام وتحديثه ووسائله، هل يعني ذلك وهل يعطيه عذراً لأن ينكر أبيه؟ هذا سؤال مهم الآن. ينكر أبيه؟ لولا الأب ما وجد الابن. الآن ما تريده هذه الأحزاب بصراحة هي تنسى. أنا هنا لا أتحدث لمدح حزب البعث، أنا هنا حديثي عن الجميع، مع تقديري أن هناك أخطاء، ومع اعترافي هناك أخطاء كبيرة جدا، ولكن هذه الأخطاء تراكمية ونحن شركاء بها الآن. نحن شركاء، والآن من يأتي ليرخص ومن يأتي ليعمل بالسياسة الآن هو من حيث يدري أو لا يدري أصبح شريكا أكثر من ذاك الذي كان يخطئ. لماذا؟ لأنه الآن حول الفساد من خلال فساد تحت مسمى حزب كامل وهو عضو أو ينضوي تحت الدولة لفساد ينضوي لمصالح أشخاص، وهنا متاجر بالدم. هناك من لم يتاجر بالدم، اليوم هنا من يتاجر بالدم، اليوم هناك من يتاجر بلقمة العيش، اليوم هناك من يتاجر بأمن المواطن. إذن أيهم أي فساد الآن أصبح أكبر؟ هنا المصداقية للشارع تأتي، والقول والحكم للشارع. هنا إذا عدنا لأي مواطن في الشارع السوري لتسألينه ما رأيك بأي حزب، هو سيقول أنا لا يهمني أي حزب، أنا ما يهمني الآن بما فيها حتى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، هو ما يهمه الآن إعادة الأمن والإيمان. لعل حزب البعث
هو الأكثر شهرة في سوريا والأكثر عطاء لأسباب كثيرة. قدم هذا الحزب قيادته للدولة والحكومة في سوريا. نعم، هو الحزب الحاكم. ولكن يعني أيضا قد قدم أيضا مشافي ومستوصفات وتعليم مجاني، كل هذا. فهل يأتي حزب وليد سنتين أو 3 سنوات أو حتى 5 سنوات وعشر سنوات فينكر حزب عمره الآن أصبح قرابة 60 عاما؟ نعم. هذا يعني مهم جدا الآن. مهم. السؤال الآخر، إذا ما سلمنا أنه لا ينكر، هل ينكر هذا الحزب الذي يريد أن يبتدئ الآن أو ابتدأ فعلا وبدأت المسيرة السياسة والبحث نحو تطوير سياسي لسوريا، ألا يجب أن نعود لنقرأ السياسة التاريخية لسوريا وتحديدا لشخصيات السياسيين في سوريا منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم وماذا قدم الجميع؟ الغريب إذا ما عدنا المقارنة، وأنا هنا في الآونة الأخيرة يعني لا أريد أن أصرح عن سر أنا أقوم به، أنا في يعني الآن أركز في قراءاتي تحديدا في قراءات ما يتعلق بسوريا، أنا الآن أركز فقط عن كل الأحزاب التي شكلت وتشكلت منذ ما قبل الاستقلال وفي مرحلة الاستقلال، أنا أركز عليها الآن كثيرا في هذه المرحلة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا الآن، لأتعلم ولأحكم على ماذا يجري اليوم. هناك أحزاب في مرحلة ماضية هي باعت، هناك أحزاب سهرت في الشوارع، هناك أنا أتحدث عندما أقول أحزاب أتحدث عن شخصيات، كتاب، باحثين، إعلاميين، سياسيين، من مارسوا العمل السياسي. الآن لا أرى ذلك. أنت تتحدثين في المقدمة عن من يقبعون في فنادق 5 نجوم في الخارج. طيب، هل من في الداخل يدعي المعارضة هل هو بحال أفضل؟ لا، هو يقبع في فنادق 10 نجوم. هناك فرق يعني شاسع ما لا بين لا. هناك من يقبع في 10 نجوم، وهناك من يركب سيارات فارهة، وهناك من له صفقات تحت الطاولة وفوق الطاولة، وهناك من يتاجر الآن بالدم السوري، وهناك من يراهن على استمرار الأزمة لأنه يعلم تماما إذا ما انتهت الأزمة هو لن يكون موجودا ولن يكون على طاولة الحوار. هذا هو الذي رآه الرئيس الأسد عندما قال أن الحوار للجميع. هناك من يريد بالمناسبة حتى من أحزاب المعارضة. هل هناك مكان أن يختصر لهؤلاء الحوار في التسويات الدولية؟ هل مكان لهؤلاء في التسويات الدولية؟ باعتقادي لا. نعم. أنتقل الآن للحديث عن ما يورد من أشرطة فيديو دكتور حسام ينشرها المسلحون حول أكل لحوم البشر أو تقطيع أو إعدام، يمارسها مسلحون يلبسون لباس أو إما أفغاني أو شيشاني أو ربما صومالي، يعني هو لإثارة، هل هو لإثارة الرعب في المجتمع السوري فيستسلم بالمقابل هذا المجتمع السوري لهم في الداخل السوري؟ ورأينا يعني فظائع كثيرة حدثت في مناطق متعددة بالسوري. أولا من المؤسف يعني إن كان هذا العمل صادر عن سوري أو غير سوري، مجرد أنه إنسان يصدر عنه هذا العمل الشنيع والمدان، المدان إنسانياً والمدان دينياً من كل الأديان السماوية، الإسلام والمسيحية واليهودية، وحتى مدان من القوانين الوضعية، لأن هذا العمل هو عمل لا إنساني فعلاً. أن يؤتى بجثة لمقاتل من الجيش العربي السوري وأن يؤكل أحد يعني كبده أو قلبه أو أي شيء آخر، هذا منظر لعلي أنا ما سمعت به في التاريخ إلا مرة واحدة، ويذكرني دائما بهند هي التي أكلت قلب عمي رسول الله حمزة. وهذا إن دل فيدل على شيء مهم جدا مع فارق التشبيه، ولكن نبقى نحن على نهج الرسول أو الرسل الذين قدموا حياتهم فداء للحق، وهذا يدل على أن هذا الجندي الذي قدم حياته وهذا المواطن الذي قدم حياته هو على حق. هذا يؤكد الكلام الذي قلته في بداية المقدمة وفي بداية البرنامج، وهذا يؤكد على شراسة المعركة بالمناسبة وعلى حقد هؤلاء، لأن هناك من غرس في فكرهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، وكأن أي سوري الآن، وأنا هذا ما قلته مرارا وتكرارا، الآن أصبح أي سوري، لذلك أنا قلت الآن على المعارضة في سوريا أن تعود إلى مربعها الأول، بمعنى آخر أن لا تعول كثيرا على المجموعات المسلحة وأن لا تفرق ما بين لواء وآخر. الآن علينا جميعا يعني حتى هذا المعارض بالمناسبة لو رآه مسلح شيشاني ولا غيره بده يأكله فقط لأنه سوري بالمناسبة. وهنا علينا جميعا أن نعود لنقف
وقفة واحدة وأن نكون صفا واحدا وأن يكون لدينا فعلا فكر ورؤى جديدة للنهوض بسوريا والحفاظ أولا على إنسانيتنا كبشر، وثانيا من خلال هذه الأحزاب ومن خلال الشخصيات السياسية والإعلامية وصول هذا الفكر النير والحضاري الإنساني وتحديدا السوري المتجذر في التاريخ إلى العالم. هناك من يريد أن يضرب سوريتنا وأن يضرب حضارتنا من خلال هذه المناظر الشنيعة والمدانة. هناك من يريد أن يضرب حتى الدين الإسلامي والدين المسيحي، خطف السادة المطارنة، القتل العشوائي، استهداف مساجد، كل ذلك على ماذا يدل الآن؟ يعني أبيحت كل الحرمات في سوريا. لماذا؟ بالمقابل بالمناسبة فقط، وهذا برسم كل المشاهدين، إسرائيل يا سيدتي فقط لجنديين قامت الدنيا ولم تقعد في عام 2006 وكانت هناك حرب لمدة 33 يوم. وبالمقابل يومياً وللأسف أن أقول يراق الدم السوري، وهناك من يتاجر بهذا الدم سواء من كان في الداخل أم من هو في الخارج. أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة الدكتور حسام شايب، وحضرتك كاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم، وأتمنى أن لا أكون أثقلت عليكم وعلى المشاهدين الكرام. لا بكل تأكيد، ولكن أنا ما أعتد إلا الحديث بشفافية لنكون أقرب، خصوصا إذا ما كنا على قناة إعلامية سورية مثل قناة الدنيا. شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لك، ما منشك أبدا بشفافية حضرتك دكتور. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، شكرا لكرم المتابعة، نتمنى دائما الرحمة على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، وأيضا للجيش العربي السوري المقدام، نتمنى له التوفيق في أداء مهماته على الأرض. السلام عليكم.